حفل استقبال أقامه اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار على شرف أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، مناسبة أرادتها الوزارة لتقديم أولويات العمل الدبلوماسي المغربي لعام 2014 ولتعزيز علاقات المغرب مع الدول الممثلة بالمملكة. هذه فرصة كنتمناو أنه تكون مناسبة لإعطاء دفعة قوية للعلاقات المتميزة اللي كتجمعنا مع كل الدول الممثلة بالمملكة المغربية. أعضاء السلك الدبلوماسي أشادوا من جهتهم بدور المغرب في إحلال السلام في العالم ولا سيما على صعيد القارة الأفريقية. Ce n'est qu'une impression de grande réjouissance et de fierté de savoir quand même que nous avons un pays. لا يتملكنا إلا إحساساً بالفخر والاعتزاز الكبيرين، وذلك لوجود بلد اسمه المغرب على قارتنا الأفريقية، والذي يبدي دوماً استعداده لتقديم كل ما في وسعه من أجل سلامة وأمن أشقائه في أفريقيا، وأيضاً من أجل الأمن والسلام في العالم. du peuple africain et pour la sécurité et la détente dans le monde. ويتميز العمل الدبلوماسي المغربي بدينامية كبيرة لا سيما في محيطه الإقليمي، دينامية تتجلى أساسا في سهم المغرب المتواصل في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الدفاع عن القيم الإنسانية العليا ودعم وسائل الحوار والتنمية في العالم.